ورجعنا لكم تاني ومع فقرة جديدة. الفقرة دي تبقى معانا كل شهر، دينا والأطفال لازم كل شهر بناء على طلب الجماهير بعد حلقة الأطفال، ففكرنا إن احنا كل شهر نعمل حلقة للأطفال وفقرة دينا والأطفال. تسمحوا لي بقى أرحب بطفولي الجمال جمال. الأول معايا إيه؟ مين؟ سمير. سمير اللي كنت مكسر الدنيا دلوقتي، اللي كنت بتعمل إيه؟ قولي بتعمل إيه؟ بترقص ولا التيك توك بقى صح؟ تحب أنت الغنى والتمثيل والرقص؟ ان شاء الله تحقق كل احلامك. ايه هات المايك ثواني عشان بقى ايه اتكلم بقى. اللي بقول لك كنت مكسر الدنيا على التيك توك، انت بقى نفسك تطلع ايه؟ تمثل وتغني كده؟ ممثل بحب، لا يعني عايز اطلع ممثل واعمل حاجه اللي انا بحبها باذن الله ان شاء الله. ولينا صح، خدي امسكي يا ليندا. ايه وانت يا ليندا بقى نفسك بقى تطلعي ايه؟ فنانة. فنانة. الله، لا لا فنانة دي كلمة كبيرة قوي. ان شاء الله فنانة. ايه بقى، استعراضية ولا مغنية ولا ممثلة ولا كله مع بعضه؟ بغني. بتغني؟ انا دلوقتي هسمعك وانت بتغني. تمام. يلا زياد، انت النهاردة هتعمل ايه بقى؟ اخطب. هتعمل خطبة. خطبة زي اللي بنسمعها يوم الجمعة صح؟ تمام ماشي. باسم هنعمل ايه؟ انشاد ديني. انشاد ديني. هنبدأ بالانشاد الديني. بس انا قبل ما عايزه احكي لكم حكايه كده. تمام. بصوا، كان في عم شعبان. تمام. عم شعبان ده كان حارس مدرسه والاطفال كانوا بيحبوه جدا جدا جدا، وكان كل يوم يوزع عليهم بونبوني وكان حنين وطيب قوي عليهم. فجت في يوم الطلبه بقى زادوا قوي قوي عليه، فقال لهم خلاص بقى انا النهارده احكي لكم حكايه حلوه قوي غير كل مره. قال له ماشي يا عم شعبان. قال لهم بس احكي لكم على سر. قال له ماشي احكي لنا، احنا موافقين. تمام. احنا بنتكلم دلوقتي عن مين؟ عم شعبان. تمام. المهم فقال لهم انا كنت في المدرسه دي. قالوا له معقول؟ قال لهم كنت تلميذ فاشل وما كنتش بنجح وكنت بجيب صفر وكنت بكره التعليم وكنت نفسي كل المدارس تتقفل، فبابا وماما طلعوني من المدرسه. وبعدين اشتغلت في محل بيع خضار، فضلت اشيل حاجات تقيله ما قدرتش. بعد كده رحت محل جزار ضربني ولغايه دلوقتي الاصابه معلمه في ايدي. بعد كده رحت لمحل حلاق برضو اتصبت، ومن محل لمحل لغايه ما كبرت وجيت المدرسة. بس للأسف جيت وأنا حارس المدرسة، وكل زمايلي اللي في المدرسة بقوا مهندسين ودكاترة، وأنا الوحيد اللي خبت في المدرسة. ودلوقتي أولادهم موجودين بيأتمنوا أولادهم عليا. عايزيزكم يا أولاد ما تعملوش زي ما أنا عملت، وتتعلموا من درس عم شعبان، وتفتكروا إن عم شعبان اللي جراله، وعايزكم تبقوا أحسن ناس في الدنيا. وكده خلصت حكاية عم شعبان. الحكايه دي بتقول لكم ان انتوا لازم كل واحد يبقى عنده هدف وينجح ويكبر ويبقى شاطر في المدرسه. انت شاطره في المدرسه ولا لا يا ليندا؟ شاطره. وانت يا مين؟ شاطر. ماشي يا سمير. وانت انت يا زياد. وانت يا باسم. طيب انا عايز اسمع اول موهبتك يا باسم. يلا ماشي. يلا. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصرة وشجرة الزيتون بغصنه الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لوعة النفس عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة هيا اهتفوا يا إخوتي. برافو برافو برافو. يلا يا زياد بسرعه كده. بس يعني احبتي الكرام، ما
كلم كلم. أحبتي زي ما الكرام، من لا يحب رسول الله؟ من لا يحب رسول الله وقد أضاء الكون ببعثته؟ أحبك يا رسول الله، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا إلا لينشر الخير. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم لا وقد زكاه الله، زكاه في عقله، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في معلمه، فقال: علمه شديد القوى. زكاه في قلبه، فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في لسانه، فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في رسالته، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام منا. قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال: يا موسى إني أنا الله. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فأما أراد أن ينادي على حبيبه وحبيبكم، قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. زياد، برافو يا زياد. يلا بقى، يلا قوم سمير ميليندا. اللي هو المشهد. مشهد بسرعة، يلا اعملوه. امسكي المايك ومع بعض كده وروني. يلا قومي يا ليندا، قوموا مع بعض. يلا يا شاطر. ولسه ساكت. يلا يا ماما. ولسه يا ماما. يلا يا أمورة. ولسه يا أمورة. انجر يا بت. أيوه كده. أحسن. إيه القمر ده؟ بجد أنتوا والله العظيم زي العسل كلكم. تعالي بقى أنتي، بقى تعالي تعالي أنتي قاعدة مدوخة. مش عايزة تعمل المشهد ده. إحنا لقيناه فجأة كده بتعمله. خلاص ايه العسل ده؟ بس انا عايزه اقول لك، نمسكوا، انتوا تلخبطوني على فكره. عايزه اقول لك يا باسم، بجد موهبتك جميله جدا ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله بجد، يعني وانت صغير صوتك حلو حلو، ان شاء الله تكبر تبقى حاجه كويسه قوي. وانت بجد يا زياد فاجئتني، فاجئتني اول مره اشوف طفل يقول خطبه، يعني امال ما تكبر هتعمل ايه فينا؟ لسه هتقول كمان؟ لا. وانتوا بقى يعني انت بتحب تسمع لمين اصلا من المطربين؟ مطربين وممثلين اي. هشام جمال. ماشي. هشام جمال. ها هشام جمال. انا عايزه بس قبل كل واحد قولي انت عايزه. تمام. انا بحب هشام جمال وبتابعه، يعني انا بحب اغانيه وحافظها وكده. انا قابلته مرة بس انا نفسي اقابله مرة تانية ان شاء الله. متشابه اصلا. انا بشكركم جدا، بشكركم جدا، وانا كنت يعني الوقت جري، انتوا هتبقوا معايا في حلقة تانية ان شاء الله، هتبقى اكبر بقى وهنغني وهنفرفش ونعمل كل حاجة. ايه اللي انت انبسطتي بجد؟ بس انت ابدعتي. عايزة تلاقي لما تكبري فنانة. ايه؟ فنانة. فنانة. ماشي خلاص، احنا قلنا هتبقي فنانة تاني. خلاص. أشكركم جداً.